متخيل ان جهاز مركزي المحاسبات يقدر يحاسب ضابط جيش؟ طب انا ارضي ذمتكم، في ضابط جوه الجيش من يوم ما اتعمل الجيش من 1952 لحد النهارده طلع ان قال ان في لواء حرامي ولا ضابط حرامي، بيقول حرامي امتى؟ لما يطلع بره الجيش. لكن جوه الجيش طلع حد حرامي وكانها جهه الملائكه. يعني هم اللي بيخش الفنانه العسكريه يعني الله اكبر، ده ملاك بقى، ده الملاك اللي جاي من عند ربنا. لكن الشرطه تلاقي فيها يقول لك فيها حراميه. طبعا ما الشرطه اصلها اللي تحكم بالشعب، سايبين الشرطه هي اللي تخبط مع الشعب، وفي الاخر يحبسوهم ويقول لك حراميه، واللي نصاب واللي بياخد فلوس واللي بياخد فلوس واللي مرتشي، رئيس اسم مدير امن، مش فارقه معاهم الشرطه. الشرطه انا اسف الشبشب بتاع الجيش، معلش مع احترامي للشرطه، انت الشبشب بتاع الجيش وانت عارف كده كويس، ما ترشح بقكم، والشعب المصري عارف ده، ما تمثلوش. ده الداخليه دي اللي انا اسف، مش انا مكسوف بس هحاول. الكلاب اللي الجيش بيسيبها على الشعب في المطار في الشارع في، ورخصتك رخصتك تركب ميكروباص يقول لك رخصتك، تركب فراري يقول لك رخصتك، تبقى مجاول محترم وراكب عربيه دوبل كابينه ولا بيقه بيقول لك رخصتك. هو انت هتقول رخصتك المفروض كنت تشتغل ايه؟ الوحيد اللي ما بيسالهوش على رخصتك الضابط. الضابط ما تسالش في رخصتك. ده بقى ما يحطش نمر، يحط النسر، وكيل نيابه يحط النسر، خلاص يطلع كده يقول انا القاضي. انا اتفضل يا باشا، باشا باشا انا النقيب يا ابني، باشا باشا انا بتاع الامن القومي، باشا باشا. لكن محمد علي واي حد من مواطن المصريين من الميكروباص انزل يا ركب عربيه وابقى برنس، معلش عايزين نبص بس مش فاهم، يعني راكب عربيه بملايين هتنزل تبص؟ انا رايح افرقع بعربيه بملايين؟ اسلوبكم مستفز واسلوبكم وحش.